وعن وابسة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن افتاك الناس وافتوك. حديث حسن رواه أحمد والدارمي في مسنديهما. وعن أبي سروعة عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارق عقبة ونكح زوجا غيره. رواه البخاري. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم، أما بعد: هذه الحديث التي قبلها فيها الحث على الورع والبعد عن الشبهات، ولهذا قال لجواب صلى الله عليه وسلم: جاء يسعى البر، قال له صلى الله عليه وسلم: البر واطمأنة النفس واطمأن إليه قلب، وليه ما حكى في نفسك وتردد في صدرك، وإن أفتاك الناس وأفتوك. هذا يفيد أن المؤمن يتحرى ما تطمئن له القلوب، تضع له الدلائل الدالة على سلامته، أما ما كان في شبهة وفيه تردد فالأولى بالمؤمن تركه وتعفف عنه والورع عن اقتراحه، حماية لدينه وحرصا على سلامة دينه، لأن متى تساهل بالشبهات ولم يبالي بالورع وقع في الحرام، هذا يجر إلى هذا كما في هذه النعمان كما تقدم: من اتقى الشبهات فقد استورى لدينه، ووقع في الشبهات وقع في الحرام كالرأي راح الحمى كما تقدم. وهذا حديث عقبة بن الحارث أنها تزوج بنت أبي إيهاب، فجاءت امرأة قالت: قد أرضعتهما. فركب بين صلى الله عليه وسلم وسأله، قال: كيف وقد قيل؟ قال: دعها عنك. فتركها عقبة وزوج غيرها. وهكذا حديث حسن بن علي أبي طالب رضي الله عنه، سبط النبي صلى الله عليه وسلم، أمه فاطمة الزهراء رضي الله عن الجميع، يقول: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، قرابه يريبه وأرابه يريبه، من الرباعي والثلاثي، يعني ما تشك فيه دعه إلى الشيء الذي لا تشك فيه. هذا هو طريق الاستبراء للدين والعرض والأمن من الوقوع في الشبهات. رزق الله الجميع التوفيق والهداية. رجل دخل المسجد والإمام جالس في التحيات للركعة الأخيرة، فكبر معهم وجلس التحيات، عندما قام يقضي سمع بجماعة يصلون، فيسأل: هل له أن يقطع صلاة هذه ويدخل مع الجماعة يا شيخ؟ مخير، إن شاء قطع ودخل معهم وإن شاء أكمل لأجل مسألة تحسين الجماعة. نعم. إن قطعها أو جعلها نافلة، سمها ننتين نافلة، قلبها نافلة ثم ذهب وصلى معهم. طيب، قول أن الروح تأتي من الله عز وجل، الروح خلقة مخلوقة لله، الروح كلها مخلوقة لله، ولكن قول أن تأتي من السماء، الأرواح مخلوقة لله يرسبها الملك إلى الجنين ثم تصعد روح المؤمن إلى الجنة، إذا مات المؤمن ذهبت روحه إلى الجنة، مخلوقة من المخلوقات. الشيخ هلك هالك على أبو وعم وأخوة من الأب، ماذا وش ملكه؟ تعطى الأم والسدس والباقي للأب، والأخوة ما لهم شيء، يحجبهم الأب، تعطى الأم والسدس والباقي للأب، الباقي للأب. يحجبون ولا يرثون، يحجبون ولا يرثون. الحديث الصحيح قلنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مل العبد وسافر كتب له أجره صحيحا مقيما. هذا الشيء يجري عليه الخير والشر ولا بس الخير؟ كتب له ما كان يعمله صحيح مقيم من الأجر، يعني إذا سافر أو مرض. سافر دعوة مستجابة، جاء في بعض الروايات لنا له دعوة مستجابة. لا تنسى من دعاك الله. الله يوفقنا وإياه، وفق الله جميعا.